جزء من حصتنا اليوم نحكي على حرس النجم الرياضي الساحلي مكرم البديري. الناس كلنا عرفوا النجم الساحلي كان تدبل حرس علي جمال من الملعب التونسي، ايضا في وجود ايمن البلبولي. كان خرج كلام اليوم على التحاق مكرم بامل حمام سوسه. حابين نعرفوا مستقبل مكرم، التفاصيل الكل جديد واخر اخبار، وعنده مده ما ظهرش في وسائل الاعلام من عند الحارس نفسه. موجود معنا بالتليفون مكرم، اهلا بك. اهلا بك خويا سليم، مرحبا بك خويا ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا بك مكرم، شنو الامور؟ شنو احوالك؟ والله بيان لاباس الحمد لله خويا، لاباس الحمد لله. مستيري ولا في سوسه؟ في سوسه خويا، في سوسه. باهي مكرم، دونك كما كنت نحكي سمعنا منذ ايام، منذ مده اختفيت شويه على الحراسه نتاع شباك النجم الساحلي، شنو وضعيتك اليوم في الاتوال مكرم؟ والله صحيح خويا اسلام، عندي برشا ما ظهرتش، صارت سوء تفاهم بيني وبين النادي نتاع النجم الساحلي خاطر مستحقاتي الماديه. تو الحقيقه ما زلت على ذمه النجم، ما زال يربطني به عقد فيه موسم اخر، وما زلت ما حددتش وجهتي. ان شاء الله اول الاسبوع ان شاء الله نقعد مع سريدا ونحدد وجهتي القادمه ان شاء الله. انت فعندك قضيه في فسخ العقد هكا ولا؟ اي صحيح صحيح خويا. وقتاش باش يتم الحاسم فيها؟ ما عندك فكره ما زلت؟ مازال فما وقع تاجيل للاسبوع القادم في القضيه. وانت عقدك مازال فيها عام اخر؟ مازال موسم اخر يعني. دونك بغض النظر على القضيه، باش تقعد مع رئيس النادي؟ فما لقاء بيناتكم مرتبين قلت لي، وباش تحكيوا في مستقبل؟ صحيح كما قلت لك، مازلت ما قررتش مستقبلي. نقعد ان شاء الله اني وسيريدا الجمعه هذه ونقرر مستقبلي ان شاء الله وين سيتصرف ان شاء الله. نفهم اللي تقريبا انتهت علاقتك بالنجم، خاصه مع انتداب حارس جديد ولا؟ الأكثرية حيرتني يعني باش نخرج. كما قلت لك صار سوء تفاهم الأول على خاطر مستحقاتي، ما تحصلتش على مستحقاتي طيلة موسم كامل، خيرت ما لقيتش حل، معناها خيرت باش التجأ باش نشتي، وهذا هو علاش صار الإشكال معناها. علاش معك أنت بالذات؟ مش كان أنت ظهر لي شاكي مكرم، علاش كان أنت والله الحقيقة ممكن هاني من الأول شكيت وما نعرفش الحقيقه، هذه نقطة معناها استفهام قعدت لي، حتى حكيت مع المسؤولين ما نعرفش الحقيقه، ما نعرفش. ستاف تكنيك لسعد الدريدي شنو موقفه منك مكرم؟ ما عنديش حتى فكره الحقيقه، ما حكيتش مع كوتش وما عنديش حتى فكره. ماكش تتدرب معناها؟ من الاول فما شكون، الحقيقه فما برشا كواليس ما نحبش ندخل فيها، ان شاء الله بالوقت هو باهي نتفاهم. وهذا خاصة ما زلت على ذمة النجم الساحلي، ما زلت على ذمة النجم، ما نجمش صحيح الحقيقة ما نجم نقول حتى شيء. باهي الكلام اللي للنجم واحترام للعقد اللي ربطني به واحترام لجمهور النجم الساحلي. الكلام اللي تقال اليوم حول التحاقك ربما من حمام سوسة مازال ما عنده حتى على أساس من الصحة؟ والله الله يهدي اللي خرج السبب، اللي خرج الخبر هذا ما نعرفش على أي أساس خرجوا، يعني مازال يربطني عقد، معناها ممنوع علي أني نتفاوض حتى مع أي فريق أو بشوف نتمرن معاه، معناها الله يهدي اللي خرج السبب. الناس على كلمة هكا معناها يدوشوا، الله يهدي وكا وخوي. يقولهم فماش دخلنا غير نار، فما مفاوضات على الأقل ولا حاجة؟ فما الحقيقة أي إنسان ولا أي جوار في السياسة ولا يمر بها يعني يتكلموا أي جمعية، معناها جمعية كلموني من تونس وبرا من تونس، مش على أي كلمة تسمعوها معناها، فهمت؟ صحيح كلموني حمام سوسة وإنسان يتشرف معناها أنه يرتدي قميص حمام سوسة، مي كما قلت لك ما فما حتى شيء. كلموني برشا جمعيات من تونس من برا، ما زلت في كونترا، ممنوع عليا حتى من اني نتفاوض معناها مع اي جمعيه. فهمت. والله يا خويا لو كان تذب واللي خرج لك الكلام هذايا. رؤيتك مستقبلك وين مكرم، تشوف فيه في تونس ولا خارج تونس؟ والله الحقيقه الله اعلم. مازال مش واضح. ان شاء الله نعرف الناس كل ان شاء الله. ان شاء الله. على كل سعيد جدا كنت تدخلك معنا مكرم، بالتوفيق ان شاء الله. يعيشك خويا سلام، يعيشك. دونك كان هذا مكرم البديري حارس النجم الرياضي الساحلي، مازال اكيد عقده مع الاتوال. كان في اي اتصال لي مع امل حمام سوسه، حكى شويه على وضعيته مع الاتوال ولو ان الامور واضح انها غامضه شويه. على كل اللي فاتوه الفيديوهات اليوم الحوارات الكل نجم نلقاوها على الصفحه نتاعنا اكسبريس اف ام ولا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس سبور. هكا نكملوا حصتنا اليوم، شكرا على يا باشا في الاخراج، تقوى المديوني في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المدبخ.